سجلت؟ عم سجل بس هلا عم سجل غير بغير طريقه. كيف؟ رح خبر المشاهدين. صباح الخير اول شيء. من هلا جولاي، عم نحكي جولاي هالسنه، رح يبلش ينزل على الاسواق هلا ديفايس جديد اللي هو بلو واير. بلو واير فكره مانا كتير جديده، عم نحكي عن اير بيس بكل بساطه فينا نستعملها مثل بتتذكر كيف كانوا بلوتوث نحطها نعلقها بالدايني كونكشن على التليفون بلوتوث. هي ذات الفكره، بس هون شو الافانتاج تبعها؟ انه هي بتسجل دايركتلي اوتوماتيكلي بلا ما تعمل اي شيء، انت بس مجرد تفتح الخط هي بتبلش تسجل المكالمه. بتسجل حوالي 1000 ساعة وقت، عندها ميموري تقريبا 16 جيجا بايت. هال 16 جيجا بايت تقريبا بيعطونا 1000 ساعة لكل اذا بدك الاتصالات اللي عم تتلقاها، و بتسجل الاثنين، يعني انت شو عم تحكي واللي ما بيلك شو عم يحكي. فبالنهايه عم تقدر تعرف كل شيء عم بيصير، كله كونكتد على يور تليفون بالنهايه، لتقدر ترجع تسمع من التليفون، لتقدر ترجع تسمع كل الاتصالات اللي سجلتها بكل بساطه. اتس نير فيلد كوميونيكيشن، بمجرد انك يو تاب ات اون يور فون تنقل اخر اتصال تسجل تنقله دايركتلي على التليفون، يعني ما في اي كونكشن بين التليفون وال كونكشن، فينا نقول كيبل كونكشن بين هالتليفون والبلو واير بلوتوث. هي سيستم، هي ابلكيشن على السيلولار ولا هي اوريدي في ابلكيشن؟ هذه هي الديفايس. اوكي، انت عندك اوريدي الابلكيشن، فبكل بساطه صار فيك تنقل اتصالاتك او كل اللي تسجل بمجرد انك عم تنقل على بعض التليفون والديفايس، عم بدقهم ببعض، عم بينقل لانه عندها نير فيلد كوميونيكيشن، وعم تقدر تعرف شو عم يصير. هلا هي عندها كذا شغله زياده كمان. طيب اذا بدنا نحكي فادي عن الكواليتي او نوعيه الصوت، يعني عاده اوقات بتكون ضعيفه او عم نحكي عن شيء هون عم نحكي جود كواليتي. اكزاكتلي، مثل ما انت عم تسمع او مثل ما كانت المكالمه ماشي بعدها هي ذاتها عم تسجل بذات النتيجه. بس شو الحلو بهذا الديفايس بعد؟ فيك تستعملها اذا ضيعت تليفونك بكل بساطه، فيك تهزها للديفايس لانه كونكتد على يور تليفون، بس تهزها بقوه بيعطي الالارم التليفون بتعرف وين. والعكس صحيح، يعني اذا ضيعتها لإلها كمان بتفوت على الابلكيشن بالتليفون، بتكبس على اكيد فايند ماي بلو واير، كمان هي بتزمر. اوكي، وهي بتتشرج يعني؟ هي كيف شايفها هلا؟ هلا عم تتشرج وايرلسلي. اوكي، يعني بس كمان بمجرد تحط على هيدي ما مش مضطر تشك لها الكهرباء، وايرلسلي بتبلش تتشرج. شغلي بعد كثير مهضومه فيها ونحن هون بنعوزها كثير، فيها بيل. كمان هلا كان في فيديو، ما بعرف اذا رح نرجع نشوف الفيديو، فيها بيل. اكزاكتلي، اذا نقطع الكهرباء فيك تستعملها، وفيك تستعملها الارم، يعني اذا انت هي بيجي معها رينج بتعلقها بالمفاتيح بالبورتوكلي. بكل بساطه اذا حاطط البورتوكلي او المفتاح بباب البيت، بمجرد انه يهز الباب البيت، يهز البورتوكلي دغري بتزمر، بتعطيك الارم انه عم تشتغل. لكن رح تصير بشهر تموز بالاسواق تقريبا. سعر عندنا فكره شيء قد ايه؟ قد ايه سعرها؟ تقريبا سعرها حوالي 150 دولار. فينا من هلا نعمل اذا بدنا نفتش عليها فينا نلاقيها من هلا. عم نشوف هون فيديو، بعتقد هذا الفيديو تبع نيكست ايتم اللي هلا رح نحكي عنه. هون عم نحكي عن كار في اي. يلي هي هاد ديفايس صغيره اللي كتير مهضومه، اللي بتتعلق على الازاز ورا المرايه تحتها شوي لتصير سيارتك سمارت بطريقه من الطرق. اذا طلعنا من قصه فكره التسجيل، لانه اخذت ضجه كثير هذه قصه التسجيل، راح نروح على الفي اي اللي فكرتها كثير حلوه. ديفايس كثير مهضومه، عندها كاميرا، هالكاميرا بتسجل اتش دي 720 بيكسلز، كاميرا دغري بتسجل لك قدامك شو عم بيصير. بلس في عندها اكسلروميتر بيقول لك سرعتك، بيقول لك اذا انت ظهرت من خطك، بتعرف لانه عاده مفروض تسوق بين الخطين بقلب اللين، بين الخطين البيض مش على الخط الابيض بتسنتره على نص السياره، بين الخطين. قلت لي ما كنت منتبه هيدي لانه شائعه عنا.
لكن بنحطها تحت المرايه دغري هي على الازاز اوكي على الازاز هي شوف قد ايه حجمها منه كتير كبير يعني عندها 10 سنتيمتر عرضها وسمكتها او ديامتر وسمكتها 3 سنتيمتر ونص بس الحلو فيها انه عم بتسجل لك كل شيء عم بيصير معك على الطريق هيدي واحد اثنين بتقول لك اذا انت سواقتك منيحه ولا لا يعني تعطيك مثل سكور وبتخليك لانه هيدي كلها كمان مع ابلكيشن هي فيها واي فاي وابلكيشن كونكتد على يور سمارت فون بتعطيك اخر النهار كيف كان سواقتك اذا كنت منيحه ولا لا فاذا ما كانت منيحة عندك مشكلة بدك تحسن سكورك لأنه بصير يجمعه بتصير مثل اللعبة يعني exactly. واحد بيفوت باللعبة يمكن أسهل طريقة حتى واحد يحسن لحتى يحسن وبذات الوقت عم تقدر تفيدك لأنه إذا مثل ما قلت لك ظهرت من خطك بتعطيك انذار بتزمر أنه أنت عم تظهر من الخط حتى بلا ما تعطي إشارة لأنه فيها كل السنسورز اللي هي اللي أنت بحاجة لها لحتى تشتغل بطريقة صحيحة بتسجل لك وبتعطيك لانه عم بتسجل عم بتعمل اناليز ديركت لكل اللي عم بتسجله سو اذا انت قربت كثير على السياره بتعطيك الارم انه انت قربت على السياره اللي قدامك اذا كمان هون حسب السنسور حس انه رح يصير في بطريقه من الطرق كوليجن او اكسيدان رح تفوت بالسياره اللي قدامك بطريقه من الطرق كمان بتعطيك انذار يمكن اوقات الواحد بيشرد ما بيقعد مركز او بيلتهي بشيء ثاني يمكن بحاجه انه واحد يقول له انه في سياره قربت سويته غلط هلا الشردي عندنا هون هين كثير معروف شو سببها اللي السمارت فون والواتساب لانه صارت معي كذا مره على الطريق حدا تشوفه ما عم بيسوق منيح اذا بتقرب عليه بتطلع بتلاقي حمل تليفون بايده وعم بيجرب يبعث مسج مش معقول هالفكرة شو مضرة لكل العالم وبتسبب حوادث بكل سهولة فأبشع شيء ما نكون مركزين هيدي بتساعد الشخص ليزيد من تركيزه يعني مثل ما أنت قلت ما بتخليه يشرد على طول إذا غلط رح تعطيه ألارم صغير أنه انتبه عم تغلط بمحل من المحلات سهون إذا لاحظت عبتقلنا اللينز على اللي ماشي فيها بين الخطوط هي لحالة عبتسجلهم وبتعطيك خبر إذا زحت ولا لا وإذا قربت على السيارة ولا لا وبتعطيك سرعتك هون عبتسجل كل شيء فأنت بالنهاية كل شيء عبيصير معك بالتريب اللي عبتقطعه من بركي من مركز عملك للبيت أو العكس كمان عبتسجلك هون بكل سهولة حتى تبه هون عم تعطيك النتائج اذا قلعت تقليعه غلط مثل ما بشفته بالتقليعه او ضرب فريمات كثير قويه كله هيدا عم يتسجل لحتى بالنهايه تقدر تحسن من ادائك لثاني مره كثير منيح انا بلاقي للي عم يتعلموا السواقه ايه يلي مبلشين جديد بكون في حدا عم بيحسبهم نوعا ما حدا ما بيقدروا يشارعوه ايه ابدا ولا يقولوا له مغلط فهيدي فكرتها الكار في اي كمان رح تكون بأوغست بالأسواق سعرها حوالي 275 دولار منا كتير غالية بس بتخلي لك سيارتك أو بتخلي إذا منقول سمارت كار لأنه كل السيارات الجديدة هي بالنهاية عم تستعمل إذا بدك للسيارات اللي ما فيها كل هدول السيستمز هلأ السيارات الجديدة بالمبدأ كلهم فيهم بس ما أنا مثلا بسيارتي ما في استعملها بكل سهولة أكيد ننقل على ايتم جديد رح انقل على ايتم كتير مهضوم امين بوافقني الراي انا عليه انا اكيد عم نحكي عن بورد اذا لاحظت بورد واقف عليها شخص في كتير ناس بيقضوا وقت بالمكتب قاعدين كل شغلهم على القاعد وبوقت من الاوقات لحتى يحسنوا شوي من او حتى يعملوا حركه زياده بيعملوا شغل بيكونوا واقفين تيعملوا الشغل الفكره الجديده انه بما أنك واقف رح نزيد من حركتك حوالي العشرين بالمية ونزيد من دقات القلب حوالي 15% بس لحتى تكون عم تعمل حركة زيادة بالوقت اللي أنت واقف فيه هيك أنت واقف ما عم تعمل شيء هي بورد تاخذ عليها إكليبر بس لحتى توازن حالك معمولة من تحت من ألومنيوم وفوق من خشب بكل بساطة لحتى يكون هالشخص اللي واقف يكون على أتليست واقف وعم بيعمل حركة لأنه كمان الوقوف لفترة طويلة بلا ما تكون عم تحرك يعني أوكي. واقف ثابت
بوجع الظهر، بوجع يمكن كعب الاجرين، يعني هو عم يعمل افار لحتى ياخذ هذا الاكيليبر، وهي على هالاساس عم يحرق ويتحرك 100%. فهذا الافار كانك شوي يعني اتحرك انت اجر من تحت، كانه فيها حركه المشي بس على هيدي البورد. هو احسن شيء الواحد يعمل سبور يعني 100%. بس اذا عندك وقت طويل بالمكتب، اذا بتقعد لفترات طويله واحد بيشغله مرات بيقعد يمكن 8 ساعات او حتى فوق 8 ساعات، في منهم بيقضوها على القاعد ورا الديسك، وفي منهم بيجربوا يقوموا ويقعدوا ويشتغلوا شوي على الواقف اذا معهم لابتوب او وات ايفر. هيدي بعد الفكره لحتى يتحسن شوي من اذا بدك طريقه حركتهم، ليضل الدم عم يحرك بطريقه عم بيمشي بطريقه صحيحه بجسم الشخص، عم يزيد قلت لك 20% من حركته و 15% من دقات القلب، يعني عم كانك بتعمل كارديو بس كثير خفيف، كثير كثير خفيف. بس بالنهايه بهيدي البورد اللي هي تقريبا وزنها شيء 3 كيلو ونص، عم نشوف انه عم تساعدنا لحتى مش بس كمان نعمل الاكيليب، لحتى نحرق شوي زياده، لنحرق شوي زياده لما نكون قاعدين كل النهار، وبنقول اخر النهار عم ننصح غريب ليه. لا ما هو كمان في عندك اوجاع الظهر، اوجاع الايدين، اكيد فكله هذا بيلحق اكزاكتلي كله بيلحق بعضه. فهيدي البورد بيكون بمي بالاسواق، $290 سعرها، هي معموله من الومنيوم من تحت وخشب من فوق، فكره كثير جديده بس لحتى نضل محافظين شوي على لياقه ولو بدنيه ولو صغيره ولو خفيفه. تروح لاخر ايتم عنا اليوم، اخر ايتم فكره كثير مهمه بالاخص للي عنده كانسر، لمرض السرطان اللي بيتعالجوا عم نحكي بالكيموثيرابي. فالكيموثيرابي عاده تضرب الخلايا السرطانيه والخلايا اللي هي ما بها شيء ابدا سليمه، مرات تضربها وبتاذيها يعني، وهون بصير عندك مشاكل. الفكره الجديده انه عم بينزرع بقلب الجسم ديفايس، هالديفايس بعدين عم تنوصل على فينا نقول كهرباء كثير خفيفه، هالكهرباء الخفيفه هي اللي عم تساعد لتقتل الخلايا السرطانيه. سو الغينا هون اذا بدك كل شيء اسمه كيموثيرابي، ما بقى في ابدا علاج بالكيميائي بالتحديد مثل ما نعرفه عاده، عم تتغير الطريقه، عم بيصير في علاج كهربائي. هل البولسز الكهرباء هن اللي عم بيروحوا على المناطق او على الخلايا اللي هي خلايا سرطانيه، وعم تجرب خلصنا منها او تقتلها بالتحديد تقتلها بلا ما تضر الخلايا السليمه. هو احلى شيء فات يمكن لما التكنولوجيا بنوظفها بخدمه صحه الانسان وسلامته، يعني هلا صار في كثير قصص متعلقه بالصحه كلها من وراء التكنولوجي، قديش عم تتقدم التكنولوجي، قديش عم تخدم هل القصص العلاجات فينا نقول لحتى يتعالج المريض. بعرف انه بس تعمل كيموثيرابي عندها كثير عوارض جانبيه، وبيناتها مثلا حالات استفراغ، انزعاجات، اوجاع، كل هيدي الامور بهالطريقه الجديده رح يجربوا يتخلصوا منها، يعني رح المريض ما رح يكون عنده فوق ما اوريدي مزعوج من المرض، يكون عنده العلاج عم يزعجه اكثر. هون العلاج رح يكون كثير بسيط، كثير سهل، وبذات الوقت فعال، يعني ما عم نضر، عم نجرب نفيد. هونيك عم نفيد ونضر بذات الوقت، هون عم نفيد بالتحديد بدون اي ضرر جانبي. سو هي الطريقه الجديده لا فينا نقول لعلاج الامراض السرطانيه، بس كمان بعدها كلها اندر تيست. هي فاذا ديفايسز بتنزرع بالجسم بمحلات اللي فيه الاورام الخبيثه السرطانيه، وبهالطريقه بنكون عم نعالج المرض بجلسات كهرباء صغيره. فادي انا بدي اشكرك على كل هالايتمز الحلوين، ويعطيك الف عافيه. ثانك يو. نحن اهلا وسهلا فيك فادي. بدنا نقول كريستال علقانه بالثلجات، سو بدكم تكفوا نهاركم بلا توقعات الابراج، تتكلوا على الله
وتمشوا نسلم على كريستال واكيد بنشوفها بكره بيكون الطقس رايق. هلا رح نروح على رياضه تنتحرك شوي بها بها البرد. امين رح يعطينا كل التبس وكل التمارين الرياضيه اللي اسمها.